اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى عدد جديد من حصه البلاد اليوم، في حلقه اليوم نناقش واقع الشباب في الجزائر على ضوء تقرير جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري حول التنميه البشريه. هذا التقرير اشار الى ان ما يفوق 57% من الشباب الجزائري غير راضين عن واقعهم المعيشي. ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال كل من السيد مزيان عبان الصحفي أهلا بك سيدي أهلا بك. مرحبا مصرح. كما يحضر معنا أيضا السيد زواني لقمان عضو المكتب السياسي لحزب تجمع أمل الجزائر تاج المكلف بالشباب سلام عليكم. أهلا أهلا بكما كشابين في الجزائر لمناقشة واقع الشباب لو أبدأ معك سي زواني لقمان مه. 57% من الشباب الجزائري غير راضين عن واقعهم المعيشي حسب مؤشرات السكن والتعليم والتوظيف وما الى ذلك بعد لما اتكلم عن 57 من فئه تشكل 75% من المجتمع الجزائري غير راضيه هنا الا نرى خط احمر او علامه حمراء معينه تشير خطر معين لا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نشكر قناه البلاد على هذه الاستضافه مرحبا آه بعد السؤال تاعك آه الاخ علي على ما يخص التقرير الذي جاء به المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي جاء الذي جاء هذا التقرير دقيقا جدا اذا اخذنا هذه النسبه من حيث ان 57% من الشباب الجزائري غير راضي عن عن, عن, عن الواقع ال الذي فيه فان هذه النسبه اذا اذا دخلنا في التفاصيل تاعها وفي تدقيقها على المستوى من خلال هذا التقرير جاء التقرير من خلال عينات حول المعيشه والخدمات اذا كانت حول على مستوى النقل العمومي او مستوى جوده الهواء او التهيئه العمرانيه او على مستوى المياه فان هذه هذه المعايير التي جاء بها التقرير تختلف من منطقه الى اخرى، قياسا مثالا على ذلك اذا اخذنا النقل العمومي، اذا اخذنا الجزائر العاصمه تختلف في النقل العمومي على بعض الولايات الاخرى، اذا اذا سالت شاب جزائري ساكن في العاصمه سوف يكون متدمرا قليلا متدمرا حول النقل العمومي، اذا سالت شاب في ولايه اخرى داخليه او ولايه ساحليه اخرى يقول ان النقل متوازن، اذا هذا التقرير جاء يختلف اذا اعطيناه تفاصيل فان كل منطقه ولها نسب في حول لكن الأكثر. في الاجماع على عدم الرضا في الاجماع على عدم الرضا الرضا يختلف يختلف من شاب الى اخر في, <applause> في من شاب الى اخر إيه لو تطرقنا في عدم الرضا نجد ان الشاب الجزائري متطلع الى السكن والسكن نعرفوا بلي ازمه السكن موجوده على موجوده في الجزائر سنوات كثيره اذا اخذنا المجال الصحي نعرف باللي المجال الصحي رغم الانجازات ورغم رغم الاصلاحات التي قامت بها الدوله الجزائريه في مخص قطاع السياحه ولكن توجد بعض النقائص لهذا ما زال الشاب الجزائري يتطلع الى اكثر واكثر و... الاعتراف انه فيه نقص لا 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 هذا اعتراف. احنا احنا ندعو ان كل شيء مثالي على في الجزائر لا, 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 لا تجد المثاليه في اي دوله في اي دوله واخذنا الجزائر لا توجد مثاليه في كل شيء يوجد بعد يوجد نقائص كما توجد يوجد انجازات توجد نقائص كما توجد اصلاحات وقد قامت الدوله الجزائريه لو اخذنا ان هذا التقرير او اخذنا في التسعينات او بدايه الالفيه لكان ####أكثر من سبعة وخمسين بالمئة غير راضين يعني الأمور تتحسن... لا. وتتحسن انا في الواقع كشاب جزائري ارى ان هناك تحسن تحسن سواء كان بوتيره بطيئه او متسرعة لكن هناك تحسن نحو الافضل سواء كان في عده قطاعات سواء في القطاع السكن وإذا اذا اردنا في السكن اذا اذا تحدثنا على واقع السكن في بدايه في التسعينات وبدايه الالفيه والان هناك قفزه نوعيه في قطاع السكن ومن خلال الشباب على مستوى القطاعات لا ديال لو الاجتماعي هناك انجازات كبيره قامت بها الدوله نعم. الجزائريه نعم امر الى السيد مزيان عبان نعم مثل ما قال سي زواني لقمان انه فعلا لا ننكر هذه الارقام فيه عدم رضا فيه خلل فيه نقائص سميه ما شئت لكن هو قال فكره مهمه لو قارنا هذه الارقام بارقام اخرى ربما في بدايه الالفيه لو وجدنا فيها تحسن صحيح لم نصل إلى المبتغى أن الأمر يكون شباب راضي بنسبة كبيرة لكن نحن قادمون نحن ذاهبون نحن نحو هذا الرضا كيف تعلق؟ نعم هم ذاهبون إلى على 70 80 90 من نعدم الرضا هذا هو التحسن عندهم بس نقول لك حاجة يقول لي كين تحسن وإحنا كل الخطابات اللي سمعناها من من الألفين يعني من من اللي حكم بوتفليقة البلاد يعني من 16 سنة من قبل وهما يقولوا لنا لاباس. كيفاش يجي اليوم يقولوا لنا راه فيه تحسن؟ ياخ كنتو تقولوا علينا لاباس. هذا هذه حاجة الأولى. ثانية، أنا عندي مشكل مع إحصائيات الكناس، لأن ما يعرف على الكناس، الكناس ماشي هو الكناس اللي حلوا بمدن. ماشي هو الكناس تاع التسعينيات اللي كانت فيه اعضاء تاع الاشتراكيين والشيوعيين اللي كانوا صح يخدموا الطبقات الكادحه في الجزائر واش راه يخدم الكناس اليوم دوك الكناس هو هو, هو المعروف عن المعروف عنه انه له موالاه مع السلطه والحسابات اللي اللي هم هما حسابات تخدم سياسه السلطه يعني هذه هذ الارقام هي مزينه انا جاي كاني جاي كاني جاي نقول لك بلي 57% انا نخمم اكثر من 57% وانا جاي للنقطه هذه ان شاء الله برك نتفكر ونهضر عليها اليوم فيه تذمر من ما من عند السلطه فيه خطابات جديده يقول لك باللي فيه مشكل وين نستعرفوا باللي كان مشكل في المجال السكن في المجال الخدمات في المجال كذا هم يستعرفوا استعرفوا بن بلا كريز ايكونوميك وقالوا لازم فيه تقشف وفيه زياده هم يستعرفوا في المرحله هذه باش يهدئوا الامور بالصح فيه اعتراف باللي كاين اكثر من نصف الشباب تاع المجتمع الجزائري متضمرين الحاله الاجتماعيه هذا نقطه ايجابيه بصح اسكو 57% هو الصح لو بورسونتاج تاع الشباب المتضررين من الحاله الاجتماعيه تشكك في الارقام سي تشكك حزين. اني اني ديجا ديجا الكناس بحد ذاته انا كنحكموا نحكموا بالاحصائيات تاعهم بمنظارين ما نامش انا, أنا لستاتستيك تاع الكناس وما نمنش اي ستاتستيك مروكه جيم لوانس لو عندنا ان دي ستاتستيك في الجزائر انا شخصيا اعرف الوقت ناس يخدموا داخل لوانس واعرف كيفاش يديروا إحصائيات تاع لوانس انا صحفي واعرف كيفاش يديروا الاحصائيات فيه مخابثه في الاحصائيات باش يعني يجملوا لنا الاحصائيات كما يقول لك باللي 13% هو لو تاع الشوماج في الجزائر 13% هذا راني نروح لاولايات نروح تاعي نجمعهم 13% انا كنت في بلاد من البلدان الاسيويه الصين كنت في بكين اللي فيها 20 مليون نسمه 20 مليون نسمه يعني نصف عدد سكان الجزائر في وضح النهار ما تشوف حتى واحد راهم كاع في الخدمه شوارع الجزائر 48 و ولايه معمره صباحا وليلا وين هادو الشباب هادو اللي راهم يخدموا هادو منين تجيبوا لنا لي ستاتستيك خلونا من الكذب هذا والنفاق هذا اللي المشكل انه لو كان نفاق وكذب يدينا يعني تصلح الامور وكذا وترقدونا المجتمع دوكا كاع الجهات الوطنيه الشمال الشرق الغرب الوسط الجنوب كاع جوزو حكايات مع النظام الجزائري والسلطه الجزائريه ويعرفوها يعني هذه الارقام يعرفوها. هي مجرد ارقام تجميليه صراط صرات نعم ماشي تجميليه الارقام كاذبة. كاذبه انا عندي آه الشباب آه الشباب الجزائري راه ليس راضي تقريبا بالك اكثر من 95% 95% وخاصه مع الزيادات اللي راهي دوك و 5% الش... اللي راضيين هذا كنا ال... كنا اسمح لي يا أخي حنا نهضروا على الشراء لا بي و... السلم الاجتماعي السلم الاجتماعي وداروا لونساج ولا كناك ووزعوا هذوك كانوا لاباس بهم هذوك كانوا يعني الشباب في الوقت هذاك وعلاش خموا فجاه على الشباب علاش خم باسكو كاين سخط شباب هذا النهض وضفاض فيما يعرف الثورات بين قوسين العربيه عطوا لهم مشاريع كيفاش هذا الشباب هذا خلاص بلا دين... يعني النيه هي سراء... شراء السلم الاجتماعي وليست النيه هي دعم الشباب هكذا تصف هذه المشاريع لا قلت لك هي ارقام كارقام واحد اخرى راهي جايه ماشي من عند الكناس راهي جايه كاع من عند الوزارات والسلطه دي مانيير جينيرال باش يقولنا بلي اونفا حنا استعرفنا انا نستعرفوا بلي كومون الي او دولا دوكا لا هذه يا با دو, دو, دو دولا دو دو او دو لا دو, 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 دو لا سيتيويسيون <مسيطر> سيك هما هما راهي جايه راسهم ز... باسكو الشعب الشعب سي زواني فقط حتى ننتقل بهذه الفكره السي مزيان يقول لك حتى هذا 57% اللي تشوفوها انتم راهي اعتراف جريء من هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي قال لك ما بقاش يعني في خدمه الطبقات الكادحه والطبقات الفقيره راهو اليوم مع السلطه ويعطي الارقام التي تجمل صوره السلطه قال لك انه نسبه الشباب الغير راضين هي 95% وال5% ما جاوبنيش دوك نعاود نرجع لشكون هذو اللي راهم راضين اتفضل شوف في الواقع انا سبق ونعود وكرر... نكررها باللي ان هذا التقرير جاء اكثر دقه في في من ناحيه عندما نزل ودار استطلاعات الراي في ميس... في ميس... ان الانسان راضي ورادي. انا الاخ الكريم كان تحدث وقال من امنش بالستاتيستيك ومن امنش بالهذه ما تعرف حتى بالوان انا ماذا بيا انا خويا الا هو ينزل الميدان ويعطينا لي ستاتيكستيك تاعو ونبقوا نهضروا في الشباب الجزائري فيها في, المقاهي في الشوارع وراه يخدم هذا شوف الانسان الانسان حنايا شوف الامر هذا الى الى نناقشوا التقرير ان 57% هذا راجع ان الواقع الجزائري قلنا وسبق وقلنا ان الشاب الجزائري راضي تفاوت الرضا تاعه من شاب الى اخر 57% غير راضين على الوضع على الوضع الاجتماعي او الوضع لان كاين قلت لك اعتمدت على عده قطاعات إيه هي هي قطاع السكن، قطاع الصحه، قطاع النقل العمومي، قطاع الخدمات، قطاع قطاع التهيئه العمرانيه، عده قطاعات اعتمد عليها هذا التقرير. اذا راينا انه هذا التقرير اعتمد على من شباب من 18 سنه الى 29 سنه. اذا رحنا في في هذا في هذا, في هذا السن ان ان قياس لهذا السن في الـ في الـ في الاستاتستيك تاع 18 سنه 29 29 سنه نعرفوا باللي الشاب الجزائري الشاب الجزائري عندما يتخرج عندما يتخرج من الجامعه ويكون في عمره 25 عام 26 عام ويدخل في المجال التوظيف التوظيف الفتره هذه التوظيف لانه عنده اللي 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 عنده مجال توظيف لهذا تلقى عنده توجور يتطلب متطلب اللي هي الخدمه اللي هي السكن اللي هي هذا، وهذا التقرير انا ارى اراه فيه اراه فيه من هذا المجلس اعطانا الواقع الواقع سواء كا سواء كان هذا التقرير له نسبه من من الصحه لكن يعطينا الواقع الجزائري، انا سبق ونقول لك بلي هذا الرضا الشاب الجزائري تختلف تختلف نحو التحسن نحو التحسن اذا قررناها بفتره التسعينات عندما كانت البلاد تمر نعم بازمه هذه كان وضع وضع يعني خاص للبلاد لكن حتى بدايه الالفيه حتى بدايه الالفيه سي زواني فقط, سيزواني فقط أهل اين هي هذه المشاريع السكن مشاريع التوظيف التي السلطة دائما صباحا نهار تقول لك رانا وجهناها للشباب ويحيى الشباب والأولوية للشباب لما نصيبوا 57% من هذه الفئة غير راضية نتساءل اين ذهبت هذه المشاريع شوف الانسان شوف الرضا الرضا يختلف من شاب الى اخر اذا اذا اردنا ان نقيس المشاريع التي التي سخرتها الدوله راهي واضحه للعيان من خلال كل البرامج السكنيه اذا اذا تحدثنا على قطاع السكن واضحه للعيان غير واضحة شباب جزائري شباب جزائري استفاد من من ال من وكاله العدل وهو ليس ليس متزوج كاين بعض الشباب اللي استفادوا من لا ديال وراه ما عندك متزوجين راه في لا ديال راه نشوف لا ديال كاين كاين شباب في الوظائف من خلال البرنامج تاع لونساج ولا كناك راهي 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 ازمه كبيره تاع تاع التوظيف راهي راهي نقلتها اذا رحنا ليستاتيك نعرف بلي في 2013 كان عندنا 470 الف عاطل عن العمل 2000 في 2014 تراجعت النسبه الى 100 ألف توظيف وفي 2015 كذلك زادت تراجعت، لهذا نرى بان هناك تحسنا لو, لو حال افضل. التحسن نختلف اذا سواء كان بطيئا او مت أو, او او سريعا لو وقد, نختلف عليه, وقد نختلف عليه ستوالي وقد نختلف عليه بين ن... الواقع وبين دعايه السلطه. وبين شوف. ما تقول السلطه وبين شعارات هذه السلطه شوف لو اخذت عينات من الشباب الشباب الجزائري لو اخذت عينه من الشباب الجزائري الذي استفاد من اللونساج الاكبر انا نعطيك عينه يا اخي علي انا متواجد على ولايه ساحليه ولايه عين تيموشن على, على سبيل المثال نعطيك ولايه عين تيموشن ولايه عين تيموشن كانت كانت, كانت اكبر ولايه التي تعاني من الشباب الذي يزول الحرقه اللي كانوا الناس تحرق على على لي على على الفلايك صغار كان كان كل يوم كل يوم نسمعو مجموعات مجموعات يتوافدون على الشواطئ للحركه الى الى الشواطئ الشواطئ الاسبانيه لو شوف نعطيك عينه على شاب استفاد من لونساج انسان حرق سبع خطرات سبع خطرات هو يحاول الحرقة الى الشواطئ الاسبانيه استعمل كل الطرق عندما فتح برنامج لونساج عندما استفاد هذا الشاب من البن... من لونساج اصبح شابا ناجحا انسان دوله دوله وفرت له وفرت له هذا ال... هذا ال... الدعم المالي اللي خلى من خلاله انه قدر الان نحكي لك الان هذا اسس شركه صغيره والان اصبحت متوسطه استطاع بها ان يتزوج ان يكري دي زومبلوا ولا انسان من عاطل الى العمل الى انسان فاعل في المجتمع انسان يوظف وهذا المثال يعني يسري آه على الجميع شوف هذا المثال يسري على ج... ليس نقولش يسري علي... لي... لهذا قلت لك تختلف من شاب الى اخر الدوله الجزائريه تقوم. تقوم 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 بتحفيزات للشباب ولكن الشاب الجزائري عليه ان يدرك لازم تاني هو لازم يمد من عنده راك فاهمني ولا لا الانسان الشاب الجزائري لازم لازم ينخرط لازم ي... يعمل انسان من لازمش نعم. يقعد يقعد هكذا والا... نعم نعم ولا نعم سي مزيان قال لك مشاريع لونسيج مشاريع لكنك مشاريع كبيره جدا يعني الشاب الجزائري راهو عنده كلش حتى السكن, السكن اجتماعي أبقى... سكن اجتماعي سكن وكاله عدل وش راح يزيد هذا الشاب واش راح يزيد له السلطه في وش هذا واش خلات ما وفرتلوش سمعت في خطاب هذا قريب برقت في الحصه تاعك لو كان <applause> جيت بلق جيت في في بلاصه واحده اخرى راني هذه حقائق سي سي <applause> مزيان حقائق يا <applause> حقائق يا اخي ما معليش انا جاي نعاود لي برك سؤال تاعك الله يشجيك والله كنت كنت نعسان هو قال لك انه الدوله الجزائريه وفرت للشاب الجزائري <applause> كل شيء وفرت له السكن وفرت له مشاريع لونساج مشاريع لاكناك مشاريع كثيره وكبيره لا تعد ولا تحصى. وسبعة وخمسين 50 من بها هذا ومنين جاتي ماذا? قول لي سقسيك. بالك قول معليش معليش. انا انا نراجع تعطي لهم الشاب تعطي لهم مليار ويقول لي الشغل إن... ويخدم الناس وكان في البيطا ولا خدام خد والحمد لله والسكن ومن بعد اون نوتر اون باراليل يقول لي والله نستعرف بالشيفر هذا تاع 57% تاع الشعب ما الشباب ما همش عاجب الحال يعني يا خويا هناك نقائص هناك نقائص نعتبر شوف الانسان يعني المناقضه نحن 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 شباب جزائري واقعي لازم نتعامل مع الواقع نحن الشباب انا كشاب جزائري اتحدث على انا شاب لا لا شباب جزائري انا لا, لا راك. 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 انا ما نروبريزونتيش انا الشباب الجزائري انا جيت رايي انا انا اساير انا اساير الواقع 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 لازم الانسان يساير الواقع اخي والله <applause> <يا عشيقق> والله <applause> <يا> <متحد> <سبل الواقع>. <applause> <im2> وش... ما تعرف الواقع والله <مشكلت> <مشكلت> اخويا ما تعرف الواقع مو يسير الواقع واش نعيش هذا بينا تعطينا الواقع انا لقيت مع واحد من البيرو <بتصفيق> بوليتيك تاع دي ودار في حصات نقاش وكذا وبرومالي على فان دي ديبا في ليميسيون قال لي بلي نمشي معاك ونشوف باسكو انا كنت نهضر هضره هو مع زاوله وطارت وما دارهاش انا نتمنى انت كشاب يا شابي. اخي انت في تاج الله يبارك راك مقاول وكذا يا خويا يا نروح خويا نديروا دوره انا وياك الشهر نديروها الشهر نديروا على الولايات الجزائريه وتشوف بعينك انتم ما راكم تهضروا على مخلوقات فضائيه جايه ما على باليش من انا كي تهضروا لي على الجزائر نحس بروحك تهضروا على على بلاد واحده اخرى كي تهضر على الجزائر نتفكر لاشين نتفكر لوروب لي ما راديش نهضر على الجزائر انا انا راهي مخلطه م... فعليا تهضروا لي على واش مسكنات احنا احنا مسكنات احنا في المشكل سكن لهالدور شوف الانسان كاين نعم. يوميا فقط يوميا اسمح لي لكن هنا هناك تحسن ليس هناك انا اسالك سؤال. سؤال سؤال واش سؤال سؤال احنا شوف يوجد نقائص يوجد نقائص يوجد نقائص 57 ما تقوليش نقائص تعرف بها انت وجوكم 57% من الشباب غير راضين منين جات هذه صافي دير ثور. 43 اللي يقولوا ايه 57 بلا ما واش معناتها 57%

عندك نورمال تقولها وتضحك تقول بلي حنا المشاريع رئيس الجمهوريه فخامات نورمال 57% هادو شغل قلت 5% شوف هذه 57% من الشباب وقتها 57% من الشباب والشباب يمثلوا 75% من المجتمع الجزائري كون نديروا لها حساب نلقاو بلاك بلوس دو 15 مليون مون فرير على واش معناتها 15 مليون ولا ما على 15 مليون شباب على واش معناتها ولا ما على بالكش ميزوري سي مو كي نهضروا نتناقشوا تناقشوا، تناقشو سينو هذه تاع تجيبو كذا سي صغراري... سا سي راني ندير شوف دل هذه الانجازات عرضها عليك سي مزيان عرض عليك انجازات تنكرها فوش من واش من انجازات لونسيج لا كناك لا ديال نقول لك <applause> <applause> نقول لك في بلدان في بلدان فيها يتعاونوا الشباب باش يديروا دي زونتابريز باش تعاونك باش لي طاك خاص لي طاك يتمد لك دراهم مدهم من, من دراهمك دراهمو دراهمي كيفاش واش الشعب يدي وانا ما نديش باسكو الشعب هذاك عنده كفاءات اير دون لي بي واحد اخرين لي كي سيريسبكت كي بونس للشعب تاعهم باسكو نورمالمون السلطه موارد البلاد البلاد الجيش الشرطه كل مؤسسات الدوله في خدمه الشعب ماشي في خدمه المصالح <applause> ماشي باسكو نهضت على راسك ان 2012 اون 2011 باسكو صارت فيها ثورات ثورات شع... عربيه وانتفاضات وقلبوا آه وقلبوا الاحكام كو تمد دراهم شاب دراهم باباك من هذوك الدراهم كيفاش هذا تمد دراهم تمد دراهم هكذا تتفرقهم على شباب اللي ما نقولش كاين ناس ريوساو نعرف انا شباب نجحوا تسمى كاين تحسن لا لا هذه تعرف بلي كاين تحسن هذه مينوريتي هذه اقليه لا لا باسكو معظم شباب اسمح لي ما فيهاش دراسه يا اخي في بلديه تمد لهم 20 آه، ريترو شارجور لا تراكس وشكون يخدم بهم في البلديه هذه تاع 1000 نسمه لازم يكون هذا عندنا مشروع كاع 1000 مشروع يتقاسموهم على 20 هذو وبعد واش الجايه يبيعوهم ليترو شارجور شارجر اوكيون ايتود اون بليس يمدوا كانوا اسمح لي كانوا يمدوا مشاريع الشباب ما عندهمش كفاءات الشباب يجيبهم منا يبيعوا منا ويحرق كاين 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 مثال في بويرا الولايه تاعي باع باع الماتريال راح لي طرونجي حكموه تماك عاودوا رجعوه وبعد افيك بالمعرفه عاود نيغوس زادوا له زياده اكستنشن عينات عينات إكستنسي. لا تؤخذ لا 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 عليها سي عينات ما تؤخذ عليها زادوا له اكستنشن عاود باعوا عاود راح زواني يا زواني هذا المثال هذا المثال ما يبينش يعني حقيقه هذه المساعدات التي تقول السلطه انها تقدمها للشباب انها ترقي من صوره الشباب شوف, احنا الكثير شوف الكثير الكثير من هؤلاء اللي داو مشاريع مو لوش فقط تا قلت كانوا هم طالب عمل اصبحوا هم يعني ارباب عمل هما, هما ارباب عمل كاين اللي كانوا يبحثون عن عمل اصبحت تبحث عنهم العداله وكثير ش... منهم راهم في المحاكم يعني لما نمدوا الاف ومئات الالاف من المشاريع ونسبه كبيره منها تفشل هنا مشكل شوف تاني. شوف لازم 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 شوف العينه <applause> العينه يوجد عينات احنا لا نقاس بعض العينات اللي فشلت المشاريع تاعهم لكن لكن لازم <applause> نع... لازم نعرفوا <applause> يا سي علي <applause> ان الدوله الجزائريه قامت <applause> ان الدوله الجزائريه قامت بخطوه نحو تدعيم هذا الشاب قامت بخطوه انها تكري دي زومبلوا قامت بخطوه لهذا لكن هذا الشاب هل هي لازم كافيه لا هل هي كافيه كاف شوف هي اذا شابتها بعض النقائص لكن لننكر ايجابياتها ايجابياتها كبيره لكن هذا الشاب لازم يكون مسؤولا الشبادة اذا اذا انت يعطي هذا الشاب لازم ثاني يكون مسؤولا انا اللي نعطي لك الدراهم ونزيد نولي نولي نسوي في فيك ونولي ندير عليك ونولي عليك داير اساس انا ما نقدرش انا نقسم شوف يا اخي معليش والله ما حنا, مك حنا, مك حنا, حنا قلت لك الشاب الجزائري الشاب الجزائري لا نقول بلي بارفي 100% ما راهش انسان راه عايش بيان تو فا بيان حنا ما راهش نهضروا هذا الامر حنا نهضروا حنا حنا نهضروا الواقع شوف احنا نهضروا على الواقع الجزائري احنا نهضروا على الواقع الجزائري اذا تحدثنا نتحدث على الواقع الجزائري شوف الدوله الجزائريه قامت قامت بخطوات بخطوات ايجابيه للقيام بهذا كان عريضه كبيره من الشباب الجزائري نجح ناجح في هذه المشاريع حاج كي حاج عريضة حاج 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 في عريضه كبيره من الناس كيعطي تاعها هي هي تفوق ال 50% حاج تفوق ال 50% تفوق وعلى 57% شوف 57% شوف لا لا ننحصر على 57% شوف لو ديريكتور دوكتور في التقرير في التقرير كاين مشكل والقروض ما في التقرير اذا اخذنا التقرير سي علي <applause> يعني اخذنا التقرير الى ما الى ما اعتمد التقرير اذا اعتمد التقرير اعتمد على أن نعطيهم لك اعتمد على تم مؤشرات هي مؤشرات الاول المؤشرات اللي اعتمدها هي هي مؤشر النقل العمومي النقل العمومي للترونسبور قلت لك الترونسبور يختلف اذا اخذنا العاصمه يختلف هناك مشاكل في العاصمه رغم المشاريع الكبيره <applause> اللي قامت بها الدوله من خلال الترامواي من خلال المترو من خلال دعم الحافلات التعليطه كاين مؤشر اخر المؤشر التهيئة العمرانيه هي اللي زاردين جو الدوله الجزائريه قامت بمشاريع لكن نطالب بالمزيد نحن نطالب بالمزيد على هذا الامر اذا دخلنا في السكن سكن هناك ازمه كبيره كانت في السكن ازمه كبيره كانت الجزائر واقع فيها احنا الحمد لله اليوم كاين مشروع في العاصمه في العاصمه انه لا يوجد تكون اول عاصمه على المستوى الافريقي لا يوجد فيها سكن لاش هذه ايجابيات لازم نثمنها لازم إنسان يهدرها كاين شهدت الجزائر في نهايه 2015 اكبر ترحيلات للسكن لازم الانسان يدركها احنا ما ننكروش لازم كاين ايجاب صح كاين ايجابيات لازم نهضروا الايجابيات وكاين سلبيات لازم نهضروا نهضر السلبيات نحن لازم نكونوا واقعيين ماشي نحكم السلبيات ونقول إنه كل شيء ما راهش بيا ما شبيه. كاين اسمح لي علي كاين امر اخر على مستوى الرعايه الصحيه <applause> كاين مستشفى راح نرجع لك راح نرجع لك سي مزيان من خلال الرعايه الصحيه هناك مستشفيات جامعيه قامت بها رغم ان مازال انا 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 اعترف باللي مازال كاين نقائص حاله الطرق عندنا فاصل باش نرجعوا لسي مزيان تفضل فقط فاصل قصير مشاهدينا الكرام سي مزيان راح ترد راح نعطيك مجال ان شاء الله باش ترد مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيد <applause> اهلا بكم مشاهدي الكرام الى الجزء الثاني من حلقه اليوم من حصه البلاد اليوم التي نناقش فيها واقع الشباب الجزائري على ضوء تقرير حديث صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اشار الى ان ما يفوق 57% من الشباب في الجزائر غير راضين عن واقعهم وعن اطار عيشهم ويحضر معي كل من السيد مزيان عبان الصحفي اهلا بك سيدي مره اخرى وايضا السيد زواني لقمان عضو المكتب السياسي لحزب تاج المكلف بالشباب اهلا بك سيدي مره اخرى سي مزيان ربما لديك تعليق على ما ورد من سي في نهايه الجزء الاول هو عرض عليك مجموعه من الانجازات عرض عليك مجموعه من الارقام لا تكن ناكرا للجميل لا تكن ناكرا للجميل سي مزيان شكون دار للجميل هذا السلطه سلطه بلادك الحمد لله اخويا انا ربيت روحي بروحي وربوني والديا ما عطات ني ما ني بريم ني اونساج ني و... ديت والو والخدمه ديتها بعرق جبيني يا خويا وراني نخدم دابور دون اون انتربريز بريفي انت ما قفزتش ما درتش لا لا لا, 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 لا تقول لي انت ما قفزتش ما يجوش يحط هذا خط سياسي تاعي السياسه تاعي ما تسمحليش أنو نشارك في السرقه تاع البلاد باسكو انا لونساج هو السرقه تاع البلاد فهمت وأنا جايك علاش انت عندك ايديولوجي آه لا في مشروع راك عارف شريحه كبيره من الجيولوجيك اوزمو آه. ايديولوجيك اوزمو يعني فيهم يديا يعني آه. ماشي آه. ماشي راهم عند الاخرين اوزمو آه. سي ايديولوجيك بيان سور سي ايديولوجيك انا جايك آه. قلت لك باش نكمل برك المثال آه اير الناس كي قال لك الماء مليحه قال لك تيست باش يعرفوا اسكو هذا ريسبونساب قال لازم يكون ريسبونساب انت يا تمد راه وتنوي. تنوي الشاب يكون ريسبونساب كذا قلت لك اير آه يديروا لهم دابور ان تيست سو لي كاباسيتي ديبلوم افيري لازم ان تيست دي كاباسيتي السيد هذا عنده عنده القدره في الدومين تاعو انه يسير المؤسسه هذه يديروا لهم فورماسيون في لا جيستيون مؤسسه باسكو راك داير مؤسسه, مؤسسة. لهم تيست بسيكو تكنيك باش يعرفوا السيد هذا اسكي دي ريسبونسابل وحنا كيفاش؟ باسكو كاين دراري مدوا لهم مليار سي تري كراب سيد جامي يحكم 100 دينار في جيبو تعطي له مليار كيفاش انا ما انا ما حبيتش ما خذلتش الشباب انا ما دابيا الشباب كان بس بهم كاع خدامين وكاع عندهم سوا خدامين سوا ذوي شركه ويسيروا ال... والقاطره ال... ال... الاقتصاديه تمشي في البلاد مي بصح ما تشي ترمي في الدراهم هكذا باسكو خايف عليك على الحكم تاعك ما مدوش ما ما داروا ني اوكان وما عسوش الناس من بعد وبعد عام قبل تقول لهم عطوا لي الكريدي كنا عندنا عاطلين ولنا ولينا عاطلين متدينين بالدين خير كنا خليتهم مديونين عاطلين. مديونين مم. كنا كون عاطلين خير علاش يديروا عاطلين مديونين دوك حطونا في الميزيريه ميزيريه واحد اخرى هذا يعني نقول دوك حسابات سياسيه و نسيت نسيت السؤال قلت لي سؤال وتكتماركم تنكروا هذا الجميل تبارك تماركم تنكروا هذا الجميل ما نكرش الجميل اذا كنتوا انا نقول كنتو ما... هذا والله ما درني ولايه هذه المشاريع في اطار ايديولوجي والله انتم ما, ما... لي اخاي اخاي عباك رانا في الجزائر العاصمه عباك تلومبوتياج هذا الطرق هذا كريم مغلوقين كاع اشمنت كاتجري مده دمرين ما نعرفش الزعفانين كيفاش نزعفوا عندك وزراء لحد فيهم لا عمر دار نقاش مع معارض دير نقاش نسمعوك اخويا بيان سور لا حنا درنا 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 وما عندكش الوجه الاخر عندك وزراء شباب تنكر هذا بقات في الشباب عندك وزراء شباب يا خويا الشباب ما فيش لهم لي بزنس وهذو ما عندهمش هذو احزاب السلطه ما عندهمش شباب ما بقاتش في الشباب فقط في السياسه المستعمله هذو لي اللي ليبراليين الليبراليه بدات الجزائر شوف نقول لك نحكي لك نعطيك أمتي تيستيرو لمحه تاريخيه يعني في الوقت بومدين معروف الجزائر بال... بالاشتراكيه وكانت بلد عندها بلاصه في عدم الانحياز وفي البلدان الناميه كان... كانت الجزائر بلاصه كبيره في الوقت هذاك نقولوا ان دينار تي فرو والجزائر لا بس بها اقتصاديا سياسيا عندها بلاصه كان يعني جايك باسكو نقول لك ان بيبل شعب بلا تاريخ هو شعب بلا مستقبل الجزائريين يعرفوا التاريخ تاعهم باش يعرفوا وين راهم رايحين وشكون داهم الهويه هذه جا 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 شدي تبدلت السياسه الاقتصاديه الجزائريه من الاشتراكيه اللي تخدم الخدامين الخدام هو اللي عنده بلاصه في الاقتصاد الجزائري ولات السياسه الليبراليه اللي ولاو الباترون الباترون هو اللي عنده بلاصه كبيره في الاقتصاد الجزائري الليبراليه منين جابها الجزائريين جابوها هي هي ضغوطات استراتيجيه باسكو باسكو بوم ديال في وقته ما خلاش الخواص هذا نقاش اقتصادي ربما سي علي. سي, هذا اللي خلانا وصلنا تذكر تذكر انه عدد الحراقه في السنوات الاخيره انخفض أكتب على الصحه انت صحفي وراك تبع انخفض يقول لك انخفض ما فيش الشيفر باسكو الشيفر تداول في الصحافه تداول في الصحافه قال لك الجزائريين اللي هاجروا في وقت التسعينات عددهم منخفض على الجزائريين اللي هربوا في 16 سنوات تعبوت في شيفلي بدهم سنه تاع بوتفليقه هادو هما سيدي شفتي مدوهم والصحافه كاع جزائره دوتهم السنوات الاخيره هربوا في وقت بوتفليقه اللي هربوا في التفوق اكثر من اللي هربوا في سنوات التسعينيات علاش عفوا طابي علاش يعني هو شباب وهما شباب حاصرينو في مصر لونساج ويتزوج يا خويا الدرع نتزوج انايا فعلاش يعني اخويا حصريني انا انا شاب انا اخويا حب نخدم حب نقدر لروحي لمسؤوليتي ماشي بابا يصرف عليا نقد اسمح لي اسمح لي حاب نقدر <applause> حاب نعيش حياتي حب نحب نزهه نشوف بلادي نقيه نروح نقعد في جردة وما نخافش يجريسيوني وراه الامن وراه <applause> ني الامن ني مشاريع ني رؤيه ني موناخ. ني مناخ ني اونفيرونمون ني الناس يفهموك يسمعوك ني ني سلطات <applause> تخدم من اجل البلاد واحد قال لك علاش الشباب يسرق ايوا عندهم ليكزومبل القدوه شاكيب كيبخلي راهم كاع راهم كاع يسرقوا كاع عندهم القدوه الحسنه اخويا الشعب بيسرق ولاش ما يسرق سي زواني واش ترد؟ شوف آه الاخ الكريم راه يخبط خبط شعواء آه شعواء الخطره في كان يهضر على الشباب عاود حازل الأمر السياسي عاود حازل الامر السرقه والى كذا كذا لكن سياسي شوف سياسي الامر كل هو, سياسي هو, سياسي هو من خلال التدخل تاعو ان عرض عرض شريحه كبيره من الشباب اللي هي اللي استفادت من اللونساج ولاكناك ولونجام ولا كانت عده هو عرض شريحه كبيره من الشباب غلط فيما يخص في ليس مبدا غلط ولا الخطا احنا نقولوا باللي كاين هناك تحسن لا ننكر هذا التحسن الى الافضل الى هو راه ناكرو اسمها الانسان هذا ما عايش في الواقع لما إنسان ما عايش في الواقع انت انت دخلت على السؤال تاع الحرقه اذا اذا شوف لا, لا لا, لا. كاين واقع واقع في الجزائر الواقع في الجزائر ان الحرقه انخفضت إن انخفضت الوتيره تاعها من خلال الاربع سنوات الى خمس سنوات الاخيره من خلال السياسه اللي قامت بها الدوله الجزائريه انخفضت كنا نسمع عده مجموعات كانت تحرق تحرق تاع الشباب الى اوروبا الان انخفضت لو رجعت الان بصح بالمقابل سي زواني يا في الالمان الحرب طيب طيب الجزائريه ما كناش نسمعوا بلي انسان شاب جزائري في مقتبل العمر يحرق روحه من اجل العمل شوف الامر شوف لا نقيس يعني حرقه وحرقه نعوضوا بهذه شوف, شوف يا اخي شوف لا نقيس الامور على 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 امر شاذ اذا اذا انسان كانت عنده ضغوطات نفسيه او مشاكل عائليه وحرق نفسه في منطقه مالش. من 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 48 ولايه منطقه من الجزائر مالش. ان ناخذ هذا المثال ونعامل مع الجزائر. ليس لسنا لسنا يائسين يا اخي خلينا نتكلم اسرائيل خلي نتكلم خلينا تتكلم خلينا نتكلم خليني نتكلم شويه ليس ليس الشاب ليس الشاب الجزائري يائسا الى هذه الدرجه هذا واقع تاعنا أمثلة ليس أمتلة. الشاب الجزائري يائسا الى هذه الدرجه متقبلو. نحن هنا لسنا لـ 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 هذا ليس حقيقه اننا نقول بان الشاب الجزائري يائس الى الدرجه لا يا خويا كاين شباب جزائري ناجح كاين شباب جزائري راضي عنه ولكن كاين فئات قلت لك لو رجعنا الى التقرير اللي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي قلت لك اذا تعق... إذا, إذا, اذا تطرقنا للتفاصيل انا من من اول التفاصيل اللي قام بها هذا التقرير كي شريحه عريضه منا انها تع... انها تقول غير راضيه في هذا الامر البعض ربما يلخص واقع الشباب في الجزائر بالتالي م -م. تعرف وزراء الشباب والرياضه الشباب ممكن تعطي اعمارهم هما يديباسوا ال50 60 واحيانا 70 واحيانا لا ندري شوف هل بهذه السياسه شوف. وزير الشباب ديروا لي شيخ شيخ شوف. شيخ احنا احنا من خلال انخراطنا في العمل السياسي كشباب جزائري انخراطنا في العمل السياسي، احنا نحن نطالب ونجدد ان يجب على الشعب الجزائري ان يتحمل تاع الدوله الجزائريه. نحن نريد ان يت ان توجر عندنا نضالات ان الشعب الجزائري ينخرط في العمل السياسي ويتحمل مسؤوليات في الدوله. مش يديروا لكم واجهه فقط لا 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 لا, لا 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 لا, لا أتبت شوف اثبتت اثبتت الان الحمد لله احنا عندنا في على سبيل المثال على سبيل المثال كان الدكتور عمار اخذ الوزاره وهو شاب وكان انتقل بنجاحاته الى هذه الفتره شحال هدى فرعون ناخذ وزيرة وزاره الاتصال هدى فرعون 36 37 سنه راك فاهمني كاين هناك تحسن الى الافضل هذا راجع الى نضالات تاع شباب في العمل السياسي وفي المجتمع المدني ونتطلع نحن ما زلنا نتطلع الى الافضل والى المزيد نحن نناضل الى المزيد نحن نريد ان لا نحن نناضل ان لا نترك الهوه بين الحكومات الحكومه او الشاب الجزائري لازم ان يكون تنسيق بين الجيلين لازم ينتقل جيل الشباب الى الدوله الجزائريه فيش. وهذا نطالب فيه به ونناضل به في شباب في الحكومه وفي شباب قياديين في احزاب السيد زواني لقمان <applause> شاب ما عنده حتى شعره شيبة في على عكسك انت ربما شاب شائب طبعا شيبتنا تزير احنا مش عارف شحال في عمره يجلس ما نعم يقوليش علي في عمره المهم هو, هو شاب هو شاب في النهايه هو شاب شاب جدا هو عضو مكتب سياسي نعم قلت له قلت انا هو ديجا راه شوف حزب نقطه 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 برك نقطه اسمح لك برك نقطه 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 خليك اخويا خليك على المقعد مكتب سياسي مبروك عليك مبروك في سن 23 سنه <applause> عينت كعضو مكتب سياسي مكلف بالشباب في حزب تجمع امس جائتاش وكان لنا الشرف ان الاستاذ الدكتور عمار غول اعطانا هذه الثقه والحمد لله هذا تحسن ملحوظ على الساحه السياسيه راك ولا لا <تصفيق> <تصفيق> هذا هو الامر هذا ما نناضل اليه <applause> ونريد ان الحكومه جاي نطالب ان يكون العنصر الشبابي متواجد فيها سي <applause> مزيان نقول لك حاجه نعم قلت لك انا المشكل ماهوش في الشباب ولا في الشيوخ ولا بيان سور كي نقولوا احنا الشيوخ باسكو جايبين عقليه الحزب الواحد ومع زولة طارت وما يقدروش ميم باي ما يفهموش ما يقدروش يفهموك اما قضيه يعني الشباب قلت لك كاين شباب مواليه وكان شباب معارضه وال والاختلاف بينتهم هو وين هو في المشروع السياسي المشروع كل واحد مختلف. حقه كل واحد رايته يعني جايك يعني جايك سي بوسا قلت لك لو كان تعين شباب فيها 13 سنه مراهق ما يقدر يدير لك والو، باسكو كاين سياسه عامه. دوكا عمار غول ولا واحد من الوزراء يقدر كاش ما يبدل؟ ما يقدر يبدل والو باسكو كاي... ما يقدر يخدم غير في اطار السياسه المخططه من قبل رئيس الجمهوريه. والسياسه الاقتصاديه تاع رئيس الجمهوريه هي سياسه ليبراليه ربي... اللي تخدم ارباب العمل وليس العمال ولا الشعب. ولا الشعب اليوم. يعني انا حضرت حضرت في 2012 كي نقول ارباب العمل ماشي نقصد غير حداد وما يشابهه ما من المعارضين لحداد ما مربرب هادو كاع يخدموا غير باسكو هما شركات شركات بريفي شركات بريفي والشركات بريفي تخدم مصالحهم ما تخدمش مصالح الشعب لا رب, رب يخدم ليا ولا يخدم الشعب لا حداد يخدم. عندي راي مغاير, مغاير, مغاير عندي, عندي راي مغاير في هذه النقطه معليش اخويا خليني النقطه في 2012 حضرت الوقفه الاحتجاجيه تاع خدامي تاع في بجايه شيء عادي حابين يديروا سانديكا اسس حد. انت كشاب شركه وخدم لي ما معليش اخويا خليني, خليني برك نكمل لا, لا, لا ننكر نعم. نعم. باسكو لما لا شك وما تخليش نوصل الله عاد لا تفضل قلت لكم داروا وقرا باسكو الناس هادو 50 عامل وقيله حابين يديروا سنديكا خرجوهم العمل خمسين من العمل وعطوا لهم 50 مليون الواحد علاش ما خلاهمش يدير سانديكا انا نقول لك كاين الجزائر، الجزائر محدده جغرافيا، ياك فيها نسبه نسمه، هذه، هذه قاع حق ناخذ الجزائر هذه، نورمالمون إنصاف، انه هذا الجزائر كثروه الجزائر تروح هنا بانصاف يخرج لنا واحد بالملاير، منين الملاير؟ يا اخي انا خدمت عدو، هو خدم من الارض تاع الجزائر والدراسات تاع الجزائر، كيفاش هو راه؟ لا باس به وانا وانا زوالي. اسكو سي ان دو كاباسيتي؟ سي با سي ان دو كاباسيتي، نورمالمون نورمالمون لو كان جوا هادو منصفين او موا يخلوني ندير سانديكا ندافع شويه على حقي ها أه؟ هذو ما يخليوكش هذه هي السياسه الليبراليه اللي تخدم ارباب العمل وخلات الشركه الوطنيه الشركات الوطنيه نعم. امراحو نعم نعم سوناكوم سوناكوم ما دركا ما سوناكوم كان يعني خدامي تما الشباب الشباب والسياسه من في الدستور ومشروع الدستور الجديد هذا هذا التبذير للمال الجزائري يعني في هذه النقطه في الدستور الجديد في في الدستور في الدستور الجديد تضحك راك آه. مقاول لاباس بيك اخرج الشباب الجزائري جيت من عين, أنا أنا لي رح رح عي... عين صالح سمان اللي فاتت روح شوف روح شوف عين صالح روح شوف عين صالح راه يقولي بلي عطاولها 2 مليار انا حتى الاسم تاعك ما نعرفوش لازم راك تهضر عليا راك توكيل اتهامات شعواء انت راك تتهمني على انك تعرفني انا عرفت عرفتك الان في البلاطو والله ما نعرفو الانسان ما نعرفوش راه خلينا انت راك تقول لي راك مقاول راك لاباس بك ما على باليش مين جبت هذه المعلومه راني لاباس بك شوف في نقطه بعد علي. المهم المهم علي عاونك ربي علي المهم علي, علي, علي،, علي, علي م م ما تيكي نكون, نكون في بلاصه نكون في بلاصه رئيس في الكتله السياسيه ومقاول بس ما نخممش على الفئات هذو باش نقول لك حاجه كاين كاين الرابور تاع لا لا اورغانيزاسيون تاع الامم المتحده <تصحيح> <تصحيح> قال لك 9 مليون جزائري فقير شوف خلينا خلينا في موضوع الشباب خلينا في موضوع الشباب معليش على نقطة لا لا والله ما موضوعنا في موضوع الشباب قضية المجلس الاعلى للشباب مشروع تعديل الدستور سي مزيان عبان لا نعم. أراهم داروا لكم مشروع لمجلس اعلى داروا اللي يواليهم اللي يواليهم باسكو نقول لك هذا، شوف لا ما فيش نية واضحة ما هذا المجلس ويصرف عليه ويدير له تجهيزات ويدير, ويدير له مقر كينا. ويدير نعم وراه المشكل وراه المشكل انا ما أنا بقاش في المجال الشباب قلت لك في, في السياسه أنا كي تهربوا السياسه إجابي. كنت ايجابي كنت ايجابي كيفاش حبيت نكون ايجابي؟ امام المبادره انت كشاب جزائري ايجابي وبلادي موسخه من من الجزائر العاصمه حتى العين قزاب شرق وغرب كيفاش نقول لك نورمال وانا كي تخرج من الجزائر هكذا الجزائر اللي <applause> باتيمو كاع مرايبين يا ربي ما تجيش في البلاد هذه يا ربي نروحوا كاع في داهيه كيفاش حبيت نكون نورمال وين تروح ما كان مشاكل السكن اسمع ثلاث قطاعات في كاع البلدان هذه اللي يديروا اللي على بالهم بالسياسه البلدان كاين بالك السلطه حابه تسمع يعني الشباب حبة تسمع الشباب عبر هلش. هذا المجلس يا ولدي ما يسمعوش <applause> قاسمه انه الامثل مثل امثل هكذا باسكو الناس كاع شافوه عرفوه كان في اليوتيوب يقدروا يشوفوه مم. كي راح سلال في الضربه تاع حركه البطالين راح الورقله تلاقى مع زوج زوج زعما سي دي ريبريزونتون هما مزيفين باسكو حنا نعرفوا كاع قادة قادة في الوقت هذاك باسكو دوكا كاع تناظروا في الوقت هذاك قادت حركة البطالين شاف زوج مو مزيفين قالوا له بون عطيتنا لي بروماس وكيفاش نديروا قال لهم انتم رقدوا وانا نتصل بكم هكذا نقول شباب انا وزير اول نقول له انتم رقدوا قولوا انتم خدموا وانا نحاسبكم ما يقولوش انتم رقدوا انا جايك اسمح لي نعم. نكمل نقطة, نقطة, أخيرة نقطة في الدولة في الدولة كاين ثلاث قطاعات حساسة كان قطاع التربية هم ديجا هما راه رابور هذا قال قطاع, قطاع التربيه راه فيها وحنا على بالنا قطاع التربيه وين راه وصل. ولي سانديكا كي يتلاقاو مع الاخر ما يضربوش على المنظومه، ما يضربوش على لي صالير، على لي صالير تاعك باسكو لازم بصح ضرب على المنظومه لازم سيستم ايديكاتيف يطلع. قطاع القضاء قضاء بالتليفون فقط فقط كيف حبيت من و... البلاد هذه يعني... مجموعه من الامور سي, سي زواني لقمان يعني مهما يدروك مجلس ماشي مجلس على الشباب مجلس اعلى ومجلس افخم ومجلس ارقى لن تحل لان مشاكل الشباب هي مشاكل في الميدان هي مشاكل لا تزال اليوم مثل ما قال سي مزيان عبان ما موجوده في الجزائر العميق هذا المجلس الاعلى الذي الذي المجلس الاعلى للشباب لازم ان لا لن... ننكره احنا بعض الناس راهي توكل اتهامات وهذا المجلس مازال ما لكن هذا هاد... وحنا ناضلنا على مستوى الميدان من خلال المجتمع المدني وال... والعمل السياسي على ارجاع هذا المجلس لسماع صوت الشباب وهذا انجاز لسيد رئيس الجمهوريه ان اعاد تنصيب المجلس الاعلى للشباب وهذا يعد ايجابيه من ايجابيات تحت الامل للشباب لماذا ننكر هذا الشيء الايجابي كاين اخي في الطرف الاخر راه يعتمد على سياسه او يعتمد على الراي التاييسي الراي التاييسي انسان آه احنا من, من, لازم لازم نفهموا حاجه سي لازم الانسان يكون هذا هو الواقع اذا كان الواقع اسود راح نلون وانا هذا هو الواقع لا, لا لا ليس بالسواد الذي يسوده ليس بالسواد ليس نقول ان هناك ايجابيات وهناك نقائص لكن لازم نعترف الايجابيات هو الان يتحدث بكل الشباب يعرف الشباب الجزائري ككل يعرف شباب في ورقله يعرف الشباب في لاقول لكن يا اخي كين هناك ايجابيات وهناك نقائص لازم نعترف بها كاين نقائص كاين نقائص لازم نتداركها لازم كمجتمع مدني ك ك ك ك في السياسه في المجال السياسي ان ان نتعاون لادراك هذه النقائص الدوله ليست هي الوحيده عندما نقول للدوله ماذا ماذا نقصد بالدوله الجزائريه الدوله الجزائريه هي الحكومه والدوله والشعب وكل جزء هذه هي الدوله هذه هي الدوله لازم الامور ان نخالف في هذا الامر يقول لكن يقول لك هي المسؤوله عن هذه المنظومات المنظومه التعليميه المنظومه الصحيه والمنظومات شوف. المختلفه اللي شوف. عندها هو اثر مباشر على الشباب هو شيء خطير جاء التقرير بان مليون ونصف مليون راسب في السنه هذا شيء خطير في المنظومه التربويه ويجب تدارك هذه النقائص في مجال التعليم يقول لك في هذا التقرير ان نصف مليون يغادرون المدارس هذا شيء فظيع لازم على الوزاره المعنيه ان تتسارع ان تسارع, ان تسارع وان ان ترى في هذه في هذا النقص ولازم ان تكون نجاعه من المنظومه التربويه ولازم منح الاولويه المطلقه للنظام التربوي لازم ان ننشئ استراتيجيه للمنظومه التربويه أي من خلال هذا التقرير هذا التقرير رغم انه سلبي يوجد تقرير عليه انا قلت لك هذا التقرير جاء دقيقا وهذا التقرير لم يسبق ان اتى به المجلس الاقتصادي الاجتماعي هذا التقرير سي فقط هو مغلية. هو, شكك لك قال لك حتى انهم كانت عندهم الجراه واعترفوا فقط لان الزمن تغير اليوم الشاب الجزائري يشوف انه كان رئيس وزراء شاب في كندا كان وزراء شباب في السويد وفي الدنمارك وفي فرنسا وفي ايطاليا وحتى عند جيراننا حتى عند جيراننا ما نروحوش بعيد عندهم وزراء شباب بينما الشاب الجزائري في الصف العشرين 20 ولا 30 تحت يعني هذا واقع الشباب دائما في الخلف هذا 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 واقع هذا واقع هذا واقع احنا في الدوله الجزائريه هذا واقع ونحن نطالب من هذا المنبر ان الدوله الجزائريه لازم على الشاب الجزائري ان ترى في انه مسؤولا راك فاهمني ولا لا والا تزيد ان تتسع الهوى بين الحاكم والمحكوم احنا نعرفوا باللي الجيل تاع الثمان اللي جيل اللي في عمره 80 ماهوش الجيل اللي اللي في عمره 30 سنه ولا 35 سنه ماهوش يتفاهم وراه ما يفهمش ورا العقليه اللي راهي صاريه هنايا يعني المشكل انه هذا هذا يسير هذا, هذا نحن بمنطقه نحن بمنطقه هو القديم بمنطقه نحن نناضل 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 في المجال هذا نناضل سياسيا أخوي يا خويا نناضل سياسيا ما انا متخدم ما تمنعني نضالي نضالي نناضل ان تكون هناك حكومه شابه في نقطه مظاهره ما نقطه نقطه ما راكوش هذا البروبليم الشعب راه يسمع فيكم هذا لازم هذا التقرير نسميناه التقرير جاء بسلبيات كثيره وهذا التقرير سابقة لم يؤتى تقرير كهذا يعني في نيه حسنة, حسنة, حسنه انا نيه حسنه في نيتي حسنه انا هذا التقرير جاء واضحا أه تحدث ان هناك نقص في التعليم نقص في المجال الصحه أه وجاء بامور اصلاحات يرفق بكل اصلاحات منح الاوليه المطلقه نظام تربوي محاربه الجهة الاميه لازم لازم كاصلاح ان لا يغادر اي طفل المنظومه التربويه لازم يوقع اجباري هذا امر أس... الدوله إيه الدوله تعترف شوف الدوله أصلاً. الدوله ما راهيش هذو اللي راهم في الحكومه راهم جايين لي كونسونس هذو هذو خارجين من المجتمع الجزائري هذا الوزير هذا الوزير لحب الاول ولا الحكومه الجزائريه هادو ما جابوهمنا ما امبورتيناهمش هادو خارجين نعم من المجتمع الجزائري نعم ويعيشون الواقع الجزائري نحن عندنا مزيان نحن شوف شوف نحن نتبع شو الواقع شوف صح. يا اخي يا اخي انا اكرر, أكرر. هناك نقائص صح هناك ويجب تداركها نعم. يجب تدارك أسمع. هناك لا نقائص لكن لا نعتمد سياسه التئيس لا يجب على لا يعتمد سياس سياسه تئيس فقط, سياس. لازم فقط. لازم 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 لا لا لا, راك متابع سياسه تئيس والله غيرك راك سياسه تئيس انا ما دابيه يكون عندك امل في حياتي لا لا لا، عرفت قلت علاش قلت علاش باسكو راك سودتها راك ما راك الظلمة كاع انا راني حاير فيك كيفاش راك تهضر راك فاهمني ولا مانيش عارف انت عندك وظيفه وصحافي الحمد لله وكاين تقدم في المجال الديمقراطي والمجال السياسي ما صدقتش الدوله عليا يا خويا ما صدقتش الدوله عليا شوف, علي شوف. عندي انا نصدق طيب. على الدوله انا نشارك في لي زامبو في ليليكتريك كي نخلص لا تاع تريسيتي نخلص الخدام اللي راه في لا تيليفزيون ويجيك المواطن ونقول له تو فا بيان هذه من واجبات المواطن انا نخلص البوليسي نخلص الفرملي نخلص كاع اللي راهم يا اخي هذه من واجبات لعيبة الناس الشعب من حقهم يكونوا كذب باغي با نعرف واش يكونوا حقك باش جاي راني معاك لازم يحق في السن لازم عنده حق في التعليم لازم حق له في الوظيفه راني معاك في هذه الامور لكن لا تعتمد سياسه تاييس نقول لك حاجه نشفت 2009 كنت كنت في جامعه بومرداس ودرنا كولوك في الوقت هذاك على ما بعد البترول، كنا نخمموا ما بعد البترول، تغير المناخ، وجبنا الاستاذ دكتور بن بيتور هذا في الوقت هذاك في 2009، بداش كاع الكلام هذا طالب البترول نجيريك، نشفاله كيما اليوم قال لك باللي السياسه الاقتصاديه الجزائريه لازم تبدل من 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 سياسه ريعيه الى سياسه اقتصاديه مصنعه سنه في 2017 نهلكوا، كيما اليوم، ها وصلنا لها، كل زاد، بترول نقص لا 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 كونسومسيون لي برودوي أليمونتير زادوا باسكو ترونسبور زاد يزيدوا الكاربيرون هذا لي ليصونص وكذا كل زاد أنا نقول لكم كاش نهار حاجه نقصت حاجه جامي شفنا حاجه نقصنا نقصت غير الزياده زيد زيدوا ومشي زيدوا اسمح لي اسمح لي اسكو الاجور زادت اليوم كي زادوا هذوكا كيفاش يدير رب العائله انا شوف. سيدي باتير كما تقول راني خدام سيدي باتير والله ما توصل دراهم شوف هذه شوف هذه مشكله والله ما ينسلوه. شوف, شوف. على شوف. على مشكله مع على على عائله يعني لو كان بطفل واحد المهم هو أك... ومرته شوف انا في خلونا في السياسه في المس... في النقطه هذه فقط في المشكلة في المشكل شوف في الشق الاقتصادي خليه يكمل عنده عنده وقت وعنده وقت الاقتصادي النقط هذاك شوف حنا في الوقت بن كما اقتصاديين وسياسيين وكذا ويقول لكم حنا عباك ندير هكذا انا شغل كما قلت لك زافي دريسي ان تابلو نوار ماشي كرها في الجزائر كما قال لك المثل حنا ميزيريا وتحيا الجزائر مي سي بور بريفنير ها هو واش راه صاري ما كسلطه <تصفحك> كسلطه قاعدين في البيرو تاعكم وفي وكذا حنا كشعب نقولكم لكم هاي ليك الحاله لا حبيتو تسمعوا مانيش في السلطه بن بيتوري يقول لك الحاله لا تسمعوا ما سمعتوش وصلنا لهلاك سي عبان ما حبيتوش تسمعوا عبان انا نقول لك ما حبيتوش تسمعوا هادو ماشي كيما انت انت راك انا السلطه يا ما نهضرش عليك انا راك لا ما راكش شعب جزائري اللي نوض كتربوي سي فري كو ديريير ديريير لي سانديكا سي تو كانوا حابين اوبيرتو ديمقراطيك، الحريه بروجي ديمقراطيك، مي نضات باسكو لا كريز ما كاش سميد وما كاش والو فهمت <applause> 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 لاكريز ديال كربانسيس يبقى من هذه انا مدبيه ما, ما توشش لاكريز شوف نشكر باسكو لو لا لاكريز راكو تعرفوا لي سوفليفمون بيكولير واش ضيف ضيف طرق الى نقطه هامه وهي المجال الاقتصادي صح هناك مشكل في المجال الاقتصادي حنا وصلنا لهذه الفتره الآن حنا من هذا حنا نطالب ان تفتح المجال الاقتصادي لاقتصاد حر حنا ما حبيش دوله اقتصاد حر. اقتصاد حر اقتصاد حر اقتصاد شوف حر يعني. حر راه حر اكثر من هذا القطاع الخاص هو الى قطاع خاص يا اخي كاين هناك قطاع خاص يتحمل عده وظائف في على الشعب الجزائري لازم يفتح عدة هذا, خاص. موضوع هذا موضوع اخر هذا موضوع اخر ربما في نهايه البرنامج سي سي لازم نعود إلى اقتصاد في اقل من دقيقه واش راك حاب؟ المطالب تاعك انت أنا كشاب جزائري انا نتمنى ان الشباب الجزائريين يدخلوا في الاحزاب السياسيه باسكو انا شايف باللي الصراع الوحيد باش باش ما كما كيما بلدان واحده اخرى انه خرجت شباب هائجه وشعوب حبه المشكل الشعب الجزائري راهو سلبي سلبي يا خويا خلينا نكمل لي دي تاقي. انه خرجت شعوب ثائره بلا مشروع بلا قياده انا على بالي بلي لا كريز ايكونوميك رانا عايشاها يقدر توصل يكون ان سولاف لون بوبيلار والشعب يقول باسكو وصلت لا كريز بزاف دوكا باسكو الشعب الجزائري بدا بدا يحسلها في عام يحسوش من معناتها الزيادات هذو اللي صراو السلطه تقول توصل بلي ما يقدر سمح لي تقول راك بلا باس انا نتمنى السلطه تقول وانا نقول انا نقول نتمنى انا ش... هذا هو الحل اللي شايفه انه 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 الشباب يعاودوا الاحزاب السياسيه ان شاء الله ماشي خويا ما, ش... ما مولي الدوله المواليه يا با بروبليم المهم يكونوا في كي أه... كي كن... نوضوا باسكو رانا داخل الاحزاب السياسيه ذات مشاريع وعندنا قيادات ولا قدر وصلنا وخرجنا بتغيير هذا النظام نكونوا تحت رايه مشروع وقياده ونقدروا نمشيو باسكو لا خلاونا كيما هادو كسروا الاحزاب السياسيه الجمعيات الـ 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 اللي اللي قد دروا ينوض واحد انا عبد الباسط معاك دورت كاع الكوميساريات ولي جوندارمي تاع الجزائر باسكو وين تروح وين تروح تنوض يرفدوك كتريا موندا يرفدوك تكون مع البطالين يرفدوك تروح زعما تشوف أحبت... ميم كصحفي نروح كصحفي تبعوا فيا ويرفدوك وبعد يقول لك اليوم في التقرير هذا الشباب يحبين الشرطة والله تضرب فينا نقول يضرب فينا نقول انا يحبوك فين هذه صارت هذه من منين يجيبوا التقارير هذو سيزواني. لو كان جات تقارير سيزواني. علميه ونقدروا نقدروا نقعدوا نعم. معاهم تكون علميه صح دقيقه وتكون آآ آآ لوجيك نعم. حنا نقدروا نتناقشوا معاهم للافضل افضل لمن ماشي ليا افضل للجزائر نعم أه سيزواني ما مطلبك كشاب جزائري شوف المطالب الشاب الجزائري باختصار أن شوف الشاب الجزائري كما قلت انت ألا يجب ان لا يكون سلبيا في 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 واقعيا في ليس في سلبياً في سلبياً ان يكون واقع جيد جدا خلينا خلينا خلي خلي تتكلم خلينا نتكلم بارك الله فيك شوف ان لا يكون سلبيا يجب ان يكون واقعيا لازم تعز شوف يجب على ان الدوله ان تعزز تعزز من المجال تاع الشاب الجزائري ودخوله وانخراطه كما قال الاخ الضيف الكريم في الحياه السياسيه وان ينخرط في المجتمع المدني وان يجب عليه ان لا يكون هو يهمش نفسه بنفسه يهمش نفسه لا يجب على الشعب الجزائري ان ينخرط في العمل المجتمعي ويجب ان نعزز ك كدوله في الدوله الجزائريه يجب ان تعزز المجهودات التي تقوم بها في من من حيث من حيث الشباب في يخص رد رد رد, رد فقط تهلو. شوف, شوف من خلال رد عليه على كل كسمه كاين ال هذا التقرير من خلال التقرير الذي اعتمدناه في هذه الحصه جاء بعدة إصلاحات وهي تعزيز قدرات الشباب القضاء على التصرفات المنحرفة متطلبات كثيرة متطلبات كثيرة ولهذا أنا كشاب جزائري يجب ان نثمن الايجابيات والنقائص يجب ان نتداركها مع بعض كشباب جزائريين نعم. جزائري لازم نتذكر ولا نعتمد أشكر سياسه جزيلا وشكرا جزيلا وتحيا الجزائر زواني لقمان عضو المكتب السياسي لحزب التاج مكلف بالشباب ليت من خير من ناس. كما اشكر صحيح. ايضا السيد <applause> سيد مزيان عبان مننا. الصحفي اشكركم جزيلا الشكر على كرم المشاركه كما اشكركم مشاهدينا الكرام الى موعد اخر السلام عليكم